ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا بفيديو جديد هنا على هوم سينما بالظبط. حماده هلال قوي في نفسي معلش. النهارده هنعمل تريلر رياكشن او هنعمل ستيفلر رياكشن لمسلسل من مسلسلات رمضان، وده التيزر. هو تيزر برضو مش تريلر، انا مش فاهم في ايه يا جدعان. هما يعني تحس ان هما حرفيا يعني بينقطونا بالبوسترز، وبعد كده قعدوا مثلا بتاع اسبوع ولا اسبوع ونص بينقطونا بالتيزرز، وبعد كده مش عارف على اول دخلت رمضان بقى ان شاء الله هتلاقي بقى كل يوم تريلرز، هتلاقي كل يوم تريلرز حرفيا، او هتلاقي كل يوم تريلرز بقى نازله بصراحه، اللي هو ممكن تلاقي 15 تريلر اتزرف لك في اليوم حرفيا، وانت تبقى قاعد بقى مش طايق نفسك، اللي هو انتوا كنتوا فين الايام اللي فاتت. فخلصوا يعني نزلوا التريلر على طول اوفيشال، لسه هتنزلوا تيزر وبعد كده لسه هتنزلوا اوفيشال تريلر؟ طب ليه يعني؟ ما تنجزوا حالكم يعني. بعد اذنكم زبطوني بقى سبسكرايب وشير ولايكات بقى وكومنتات وحاجات وحركات زي ما بظبطكم في الفيديوهات. وانا مش حرمكم من حاجه، ده تقريبا ثالث فيديو انا بنزله. عملت الاول التريلر رياكشن بتاع مسلسل الاختيار، وبعد كده عملت كل ما نفترق بتاع ريام حجاج، وبعد كده ثالث تريلر رياكشن ورا بعض، ولسه في فيديوهات تانية جايه بتاعت افلام انجلش، ولسه في انا كاتب شويه حاجات هنا لسه فيديوهات عايز اعملها. فبعد اذنكم بقى لايكاتكم الحلوه والسبسكرايب الحلو والشير بتاعكم والكومنتات والحاجات الجميله، زي ما بظبطكم فيديوهات ظبطوني بقى بعد اذنكم سبسكرايب يعني. تمام، ده يعني اقل حاجه يعني. التريلر بتاعنا النهارده هو مسلسل هينزل فيه رمضان، كان المفروض ينزل في رمضان اللي فات اللي هو بتاع 2020، انا اصلا كنت مستنيه بس بعد كده اتاجل عشان الكوفيد يعني، عشان كورونا. بتاع منى زكي، هو اسمه لعبه نيوتن. احنا كنا عارفين ان المسلسل كان اسمه تقاطع طرق، واحنا كنا كلنا عارفين المسلسل كده. مش عارف اذا كان ده مسلسل من مسلسلات ال 15 حلقه ولا لا. تقريبا على ما اعتقد ده مسلسل من مسلسلات ال 15 حلقه، لان هو فيه تقريبا اربع او خمس مسلسلات هتبقى 15 حلقه السنه دي، منهم مسلسل هاني سلامه، وفي مسلسل بتاع يوسف الشريف، وفي مسلسل بتاع امينه خليل هيبقى 15 حلقه، هيبقى كوميدي اسمه خلي بالك من زيزي باين، مش عارف. تقريبا في مسلسل او مسلسلين كمان هيبقى 15 حلقه، فانا مش عارف اذا كان المسلسل ده منهم ولا لا. اتمنى بصراحه المسلسل يبقى 15 حلقه، مش عارف ليه يعني. كل ما يبقى 15 حلقه بيكون يبقى احسن على فكره يعني. مسلسل لعبه نيوتن اللي كان اسمه تقاطع طرق، هو من اخراج ومن تاليف تامر محسن، ومن بطوله منى زكي ومحمد ممدوح وعائشه بن احمد ومحمد فراج وسيد رجب. واو نايس. مايان السيد احلام الجريتي الله يرحمها، اللي توفت من تقريبا من اسبوعين على ما اعتقد او من 3 اسابيع. الكاست ليست واو نايس، منى زكي، محمد ممدوح، فراج، سيد رجب. ماشي، ذات سو جود. قبل ما اشوف التريلر، هو تيزر برضو مش تريلر كالعاده يعني. انا بصراحه يعني انا حابب الكاست ده بالذات، محمد فراج ومحمد ممدوح. انا اتفرجت عليهم في قبيل في السنه اللي اتفرجت فيها على قبيل، انا اعطيته احسن مسلسل على فكره يعني. مش فاكر هو كان قبيل وكان في وقته كان في زلزال بتاع محمد رمضان، مش عارف ده كان تقريبا من سنتين على ما اعتقد، سنتين يعني على ما اعتقد يعني، كان رمضان 2019 صح تقريبا، بيقولوا لي في الكومنتس عشان انا مش فاكر اصلا يعني. فكان عجباني التوليفه بتاعه فراج ومحمد ممدوح وامينة خليل. انا بالنسبه لي ده كان افشخ مسلسل في سنتها قبيل ده يعني. بالنسبه لي طبعا كالعاده ما تشوفش التريلر ولا مره، هو برده تيزر كالعاده، بينقطونا بالتيزرز. تيزر رياكشن تمام، هيبقى هنشوف اول مره التيزر بتاع مسلسل لعبه نيوتن لاول مره، واحد من مسلسلات رمضان المرتقبه. كالعاده ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ليه ما تدونا حاجة زيادة يعني؟ مش ممكن ده يعني، ده انتوا ايه ده؟ ده تيزر قوي يعني، ده انتوا زي ما تكون بتقطعوا من لحمكم الحي. ما تدونا دقيقة كمان يا جدعان يعني، انتوا في ايه؟ ده انتوا مش ممكن. على فكرة المسلسل ده شكله هيبقى جامد فشخ اخراجيا شكله جامد فشخ حقيقي يعني. تحس ان هو لا فعلا شكله جامد يعني. ده نفس المخرج بتاع هذا المساء صح؟ ثانية كده، تامر محسن. ثواني هو نفس المخرج بتاع هذا المساء، وكان عامل كان برضو اخرج
مسلسل نمرة 2. النمرة 2 ده انا كنت عايز اشوفه على فكره، المسلسل ده ما شفتهوش، هو اخرج حلقتين في مسلسل نمرة 2 بس ما شفتهوش. المسلسل كان عايز، كنت عايز اتفرج عليه بصراحه. في ناس قالوا حلو وفي ناس قالوا وحش، مش عارف، ممكن اتفرج عليه يعني، ممكن، الله اعلم، بس ما اعتقدش هيبقى له ريفيو يعني وسط الزحمه دي كلها يعني. نايس. ده كمان كان مخرج تحت السيطره وبدون ذكر اسماء، مصلحه كمان وتوفار. واو اوكي، لا مخرج تقيل يعني، انا الاسم مش معلم معايا بس يعني. لا الفيلم المسلسل شكله بصراحه شكله تقيل يعني، واخراجيا شكله كمان صايع يعني، شكله معمول حلو يعني. وانا مبسوط ان فرجوا محمد ممدوح وسيد رجب مع بعض في عمل واحد، ثلاثه دول بالذات يعني. وده اكتر مسلسل لحد دلوقتي عملت له تريلر رياكشن، في كل المسلسلات عملت لها تريلر رياكشن، اللي مرتقب اللي انا فعليا عايز اتفرج على التريلر بتاعه، مش يعني مش التيزر، ده اكتر حاجه حرفيا انا عايز اتفرج على التريلر بتاعها. شكله هيبقى مسلسل فشيخ يعني. كالعاده طبعا مش هقدر ادي نسبه ترقب لان انا ما شفتش التريلر، ما شفتش اي حاجه حرفيا، ما حدش اتكلم، ما حدش عمل اي حاجه، فمش هقدر اقيم المسلسل من نسبه الترقب. ما اعرفش اذا كان اصلا المسلسل ده انا كنت حاطه في القايمه المبدئيه زي ما نقولوا عليها، مثلا القايمه المبدئيه بتاعت مسلسلات رمضان ولا لا، مش فاكر يعني. بس الله اعلم، عايز اشوف التريلر الاول، عايز اشوف التريلر، لان لو هو مش محطوط في القايمه المبدئيه بتاعت مسلسلات رمضان، عندي احساس ان المسلسل ده ان شاء الله باذن الله هيخش معانا في القايمه النهائيه لمسلسلات رمضان اللي احنا هنتفرج عليها. طبعا ما شفتش التريلر فمش هقدر ادي نسبه ترقب، ان شاء الله هنشوف التريلر لما يجي ينزل ونعمله تريلر رياكشن وندي نسبه ترقب ونتكلم لو في حاجات نقدر نتكلم فيها. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن مسلسل لعبه نيوتن. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. واي واي.